السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف حاجة في أمر شيب اللي هي سب ديفايد، يعني لو أنا عندي شكل زي دوت بوليجن هوت، هقفل الشكل بتاعي. طيب ده كله قطعة واحدة، يعني لو عايز أقول له أعمله ما بيننا هيبقى كله قطعة واحدة. طيب أنا عايز جزء منه هو بس اللي يتعمل، فأقدر أعمل سيلكت كده وأروح هنا في الشيب وأقول له سب ديفايد، فبيقول لي عايز تقسمه إزاي، المينيموم أقل قطعة قد إيه، الأكبر الماكسيموم قد إيه، الويتس وهكذا، الخصائص دي كلها، فبقول له ابلاي فبيبدا يقسمها لي. دلوقتي لما قسمها لي اقدر اجي دلوقتي ادوس على شيفت بحيث ان انا اعلم على الحاجات اللي انا عايزها بالشكل دوت، وبعد كده اجي هنا اقول له اعمل لي بقى اساين رولز فايل. رولز فايل ببدا اختار بقى الرولز فايل اللي انا عايزها، وبعد كده هقول له جنريت، فيبدا يعمل لي المبنى بشكل بتاعي على الأجزاء بس اللي أنا محددها، أي حاجة تانية مش محددها مش تظهر معايا. ممكن بقى الأجزاء الباقية دي أعلم عليها، تمام، وأروح قايل له الشيب عايز أقول له بقى أنا أعمل لي شكل دلوقتي، وأختار الحاجة اللي أنا عايزها، وممكن الجزء ده بس أغير الخصائص بتاعته، يعني أعمل عليه سيلكت. وبعد ما اعمل سيلكت اقول له لا ده مش اوفيس بيلدينج، ده انا عايز مثلا ريزيدنشال او عايزه اوبن سبيس، فيبدا يبقى فيه اشجار بالشكل دوت.